احنا في بث مباشر على محمديه بريس. اشرح لينا الملابسات ديال هذه القضيه. خويا شغنقول لك، ما شاء الله وصافي. احنا 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 عائله كنا في بوزنيقه وجايين طالعين بحالاتنا للدار البيضاء، وخرج جينا على الطريق الوطنيه على 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 لانوريا، هابطين لانوريا وصلنا للقنطره ديال الواد المالح باش نخرجوا على 17 ونخرجوا بحالاتنا لكازا. كنتفاجئوا بان انا سابق، انا غادي جوج ديال لي فواتير، انا سابق خوتي. كنشوف بان كنتفاجئ كيضربوا خوتي مورايا بطوموبيل، ضربهم بطوموبيل، كنشوف انا خوتي ضربوا وقفوا، هو هرب. من هرب انا باش نتبعو، هرب عليه واحد 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 600 متر، سينو ما بانليش الماتريكول، خصني نتبعو. من تبعتو دخل بيا المحمديه، من دخل المحمديه بقى كيضرب الزناقيغي، انا باش نكون معايا معايا العيالات وداك الشيء، سينو خاصني باش ندير ليه الماتريكول، كيهرب ليا كيهرب ليا. دخل المحمديه تبعوه الناس، تبعوا الناس غادي في واحد الحاله جنونيه، ودارنا شي اكشن ديال افلام اكشن انا ما عمرني شفتو في حياتي. والغالي في الكيلومتر ديال هاد ديال تكون واحد تكون واحد 12 كيلومتر ولا 14 كيلومتر، ودخل في دخل في وسط الزناقي ديال 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 ما كيوقفش ما كيوقفش، راه شهود عيان، اي واحد شهود عيان يقول لك اللي كاين. ومعاه والغريب لان الشيء اللي خوفو كانت معاه بنت، هذيك البنت هي اللي خلاته انه باش ما يطيحش فخ. وصل وصلت للزنقه فين ساكنه البنت وحطها وتابعينه، وتبعناه حتى 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 بصراحه بالناس، لانه الناس من شافوا غادي شافوا عمليه، قالوا راه كاين عمليه اختطاف، وهي ما كانش عمليه اختطاف ولكن عمليه ضرب وفرار. سينو انا بقينا حتى لهنايا تكروزا وتفرقعت لي البلو بحكم انا ما عرفتش السكران. منزل كانت فاجئه بان السيد سكران فاقد الوعي، كيقول لك انا هذا الشيء ما درتوش، وما فين انا وشكون انا. انكر سيفانيه، والحمد لله تلونسات الماتريكول للناس ديال الامن، والحمد لله سيكوريتي بالامن. وكنشكر الامن لان صراحه ما خلاوش يخرج على المنطقه، والحمد لله دابا راه في الامن في الاعتقال، وحنا نديروا الاجراءات ديالنا. الحمد لله ما كاين لا خسائر، لا خسائر طفيفه، كاين بعد كاين خسائر خفيفه في السياره، ولكن حنا اللي خفنا عليه هو انه كاين معايا الوالده وكل شيء. من ضرب اخوتي انا ما عرفتش اش وقع عليهم، والحمد لله كاين النفسيه ديالهم كما كنشوف يعني منهاره بزاف. حاله نفسيه علاش؟ لان هذا الشيء دار الشيء ديال الافلام، راه عندنا فيديو، عندي فيديو ديال الكاميرا وفيديو ان شاء الله الى لونسيناه الناس ما يصدقوش هذا الشيء كاين في المغرب ولا كاين في الدار البيضاء، باش يكون واحد فاقد الوعي ديالو سكران ودار هذه الحاله هذه، راه ما شاء الله. وكنقول الحمد لله مما كانش خسائر في الارواح، لان داك الشيء ما شاء الله كيفاش وقع. وكنقول كنشكر الامن من الدرجه الاولى، وكنشكر الناس ديال المحمديه لان ما حتى هما ساندونا، في لان كان كيساندونا غير باش يوقف، باش ما تكونش خسائر الاخر في البشريه، لان كون غادي خسائر كثيره، لان ما شاء الله ربي يحفظ. وسيرتو المدينه في هذا الوقيته الحديد قليل ما شاء الله، لان فقدنا الصواب ديالنا وهذا الشيء ما كناش منتظرينه، والحمد لله. احنا كنسكنوا في كازا ولكن الاصل فاس، ولكن قدر الله ما شاء. الله يسلمك، وكنشكر الامن، كنشكر نعم من واحد المجهود جبار، كنشكر الامن اللي بذل واحد المجهود كثير، وشكرا شكرا شكرا. وهو في الاعتقال ونتبعوا الاجراءات ديالنا، وكنتمناو اللي عنده عائله ولا عنده وليدات يصلح الضمير ديالو، يصلح الحاله النفسيه ديالو، لان هادشي ما شاء الله وصافي. وكنشكركم شكرا بارك الله فيك. شكرا. خذ النفس ديالك. اذا سمعتوا التوضيحات بخصوص هذه القضيه هذه هنايا بمدينة المحمدية. ما كنتيش حاضر خويا، هاكا كان خويا تا هو كان الاخ ديالك اللي كان سايق، ها هو بلا ما تبان كاع، ماشي مشكل. لا ما نبقاش نهضر، ماشي والله ما نقدر نهضر، راه ما عرفتش باش ضربني وهرب، وكنسمع امي طايحه وهادي، راه ما نبقاش انا. شوف لا هما كاينين، شوف الوالده راه التليفون راه يقول لك شنو كاين. قال لك شحال العدد ديال السيارات، شحال عدد السيارات اللي وقع عليهم الضرر؟ جوج ديالو ديال خويا، جوج سيارات جوج سيارات وموتور، وكان قاص واحد داز ليه على رجليه ردته الاسعاف، والدراري خوتي مقيوسين الراس تم ودته بالاسعاف. وشكرا شكرا شكرا. على سلامتكم على سلامتكم على سلامتكم.
اذا كنشكروا رجال الامن بمدينه المحمديه على اليقظه ديالهم وعلى المجهودات الجباره اللي قاموا بها.